صباح الخير عليكم. والنهاردة إن شاء الله هنستكمل محاضراتنا عن المعابد المصرية في الفترة اليونانية والرومانية، وهنتكلم على معبد مهم جدا بالرغم من صغر حجمه، أو بالرغم من صغر الحجم الجزء المتبقي منه، إلا إن هو ليه أهمية كبيرة سواء من الناحية الزخرفية، من المناظر الفريدة اللي هو موجودة على جدران هذا المعبد، أو حتى زخارف الأعمدة بتاعته والعلامات المصرية اللي ظهرت لأول مرة في بعض العلامات ظهرت لأول مرة على جدران وأعمدة معبد إسنا. قبل ما نتكلم عن المعبد محتاجين نعرف اللوكيشن بتاع مدينة إسنا حاليا هو عبارة عن فين، عشان نبقى عارفين احنا بنتكلم على المكان فين بالظبط. الحقيقة إسنا هي حاليا مدينة صغيرة، تقريبا 58 كيلومتر جنوب مدينة الأقصر، في المنطقة أو في الطريق الواقع ما بين الأقصر وإدفو. هي تقريبا في منتصف الطريق ما بين الأقصر ومدينة إدفو أهي، والأقصر شمالا، فبالتالي إسنا بتقع في منتصف الطريق. So Esna is now a small city which is located about 58 kilometers south of Luxor in the midway. يعني ايه in the midway؟ يعني في منتصف الطريق between Luxor and Edfu. الحقيقة احنا عندنا كذا مسمى ظهر في اللغة المصرية القديمة للتعبير عن مدينة إسنا. أول مسمى هي إونت، ولو احنا فاكرين ان في النصوص المصرية القديمة كلمة اونت اي المدينة كانت دايما بتشير لمدينة هليوبوليس اللي ظهر فيها نظرية التسوع، لكن برضو اونت كانت بتسمى او بتستخدم في بعض النصوص المصرية للاشارة لمدينة اسنا، وعلشان كده بعض الناس ترجموها ان هي هليوبوليس اونو of the Asnagods. ده أول مسمى. So among the different nominations of Esna city, we have a certain nomination or name which is called Iwinit. Iwinit was originally the name of Heliopolis, a very important city in Lower Egypt, and it was a cult center of God Ra and also the Heliopolitan Aeneid. And therefore some scholars translated this name, ترجموا هذا الاسم to be the Heliopolis or the Iwinit or the Iwinu of Esnagats. تاني مسمى للمدينة وظهر برضو في بعض النصوص ان هي كانت في بعض الاحيان بتسمى بتاسني او تاسنتي، معناها the seat of goddess Neith. لو انتوا فاكرين سنت او سنتي دي goddess Neith، فمعناها ان هو عرش الالهة نيت. وطبعا الاسم دوت ناس كتير جدا قالت ان هو كان في نفس الفترة، ظهر في نفس الفترة بتاعت الاسم بتاع إيونو، وفي ناس تانية قالت لا ده حتى هو يعتبر يعني الاسم الأقدم من اسم إيونت أو إيونو. طبعا تاسنتي أو تاسنت حرف بعد كده في اللغة القبطية ليصبح سني، وفي العربي بعد فتح العرب لمصر أصبحت بتنطق إسنا. So the first name of ancient site or Esna temple or Esna city was called Iwinit or Iwinu, and therefore the name was translated as the Heliopolis of Esna gods. The second name is Ta Senti. خلاص Ta means the earth. Senet or Senti is the ancient name of goddess Neith. So Ta Senti is the earth of Neith or the seat of Neith, because Neith was specially venerated in this place. كانت بتعبد بشكل خاص جدا في مدينة أو منطقة إسنا. This name which was contemporary يعني معاصر في نفس الفترة يعني which was contemporary or even earlier than the name of Iwinit was the origin from which the modern name of city of Esna appeared. يعني Ta Senti is the origin of the modern name of Esna. Why? Because in the Coptic language Ta Senti became Sini, and the Arabs
pronounced. يعني ايه pronounced؟ يعني نطق الاسم. They pronounced the name as Esna. عندنا اسم ثالث بالإضافة لإيوينت أو إيوينو وتاسنتي the seat of goddess Neith. عندنا حاجة تانية اسمها تاخنت. تا زي ما قلنا هي الأرض، خنت يعني المتقدم الذي في المقدمة، فبالتالي تاخنت يعني الأرض المتقدمة، الأرض التي في المقدمة، the foremost of the earth. So some other religious inscriptions or religious texts in Egypt mentioned the name of Esna under the name Ta-Khenet. Ta means earth and Khenet means the foremost one, المتقدم. So Ta-Khenet means the foremost of the earth. So how many names of Esna city we have? We have three names, Iwenet or Iwenu, Ta-Senet or Ta-Senti, and Ta-Khenet. Iwenet or Iwenu means Heliopolis, so it's Heliopolis of Esna gods. Ta-Senet means the earth or the seat of goddess Neith. Ta-Khenet means the foremost of the earth. In some other religious texts, Ta-Senet was abbreviated. يعني abbreviated اختصرت لكلمة سنت فقط. Like the seat. يعني بدل ما يقول Ta-Senet في بعض الأحيان بدأ ينطقها إن هي سنت. So the original name Ta-Senet or Ta-Senti was abbreviated. يعني تم اختصاره to Senet, which means the seat. في الفترة اليونانية الرومانية أصبح هذا المكان يسمى بمنطقة لاتوبلس، ولاتوبلس هي الإقليم الثالث من مصر السفلى العليا. ولاتوبلس لاتس معناها السمك، وهو نوع من أنواع السمك البلطي اللي كان ليه قدسية خاصة مرتبطة بالإلهة نيت. وبوليس معناها مدينة باليونانية، فلاتوبلس معناها مدينة السمك، سمك اللاتس بشكل خاص. وزي ما قلنا ان هذا النوع من انواع السمك كان مكرس للإلهة نيت، وعلشان كده ونصوص حتى معبد إسنا بتقول ان الإلهة نيت غيرت شكلها او تحولت او ظهرت في شكل سمكة البلطي او اللي هي لاتس ديت في منطقة إسنا. So by the Greco-Roman times, Esna bore the name Latopolis, meaning the town of lattice fish. Latus is lattice fish. It's a sort of the Nilotic fish, السمك النيلي in ancient Egypt. And polis means a city in the Greek language. So Latopolis is meaning the city of the lattice fish. The lattice fish was the sacred fish of goddess Neith. What is the meaning of sacred? المقدس. It's the sacred fish of goddess Neith. And Neith was described in Esna temple to change her figure into the shape of that fish. Latopolis is the third nome, الإقليم الثالث, of Upper Egypt. The third nome of Upper Egypt. So how many names for Esna we have? We have Iwenu, means Heliopolis. So it's the Heliopolis of Esna gods. Ta-Senet, Ta-Senti, means the seat or the earth of goddess Neith, one of the main gods which were worshipped in this place. Sometimes it was abbreviated to Senet, meaning the seat. And as we said before, Ta-Senet was modified in the Coptic language to be Seni, and in the Arabic language it was pronounced as Esna. Finally, also Esna was called in the ancient Egyptian language as Ta-Khenet. Ta means earth. Khenet means the foremost one. So Ta-Khenet means the foremost land. In the Greco-Roman period, this place was called Latopolis. Latopolis. Lattice or Lato is the lattice fish. It's a sort of the Nilotic fish which was venerated or a sacred symbol for goddess Neith. And polis means the city. So
Latopolis means the city of the fish, and it became the third nome of Upper Egypt. زي ما قلنا أهوت in Coptic it became Sini, and in Arabic it became Esna. أما بالنسبة للمعبد نفسه فإحنا الحقيقة عندنا كذا مسمى لهذا المعبد. أولهم إن هو في بعض الأحيان أصبح بيسمى أو ظهر في النصوص المصرية القديمة تحت اسم حوت باو، يعني معبد الروح أو الأرواح. حوت باو، معبد الروح أو الأرواح. وهنشوف مع بعض تصوير لأرواح نخن وبوتو مصورة على جدران هذا المنظر، وهنقف عند هذا المنظر ونشرحه. يبقى إحنا كده خلاص خلصنا النومينيشن بتاعت إسنا سيتي إن جنرال. هنبدأ نتكلم على مسميات معبد إسنا كمعبد فقط. يبقى the first nomination for إسنا temple is حوت باو. حوت means the temple. باو means the souls اللي هي جمع الروح. با لوحدها معناها روح. So باو معناها الأرواح. So it's the temple of the souls. This is the first name for إسنا temple. حوت إيت، زي ما قلنا قبل كده إن حوت معناها المعبد، وإيت في اللغة المصرية القديمة معناها الأب. هو بمعنى كده إن المعبد دوت معناه معبد الأب. مين هو الأب في هذه الحالة؟ هو الإله خنوم، لأن الإله خنوم هو كان الإله الرئيسي لهذا المعبد. So the second nomination for this temple is حوت إيت. حوت إيت. حوت means temple. Eat means father. So Hut eat, Hut eat is the temple of the father. Who is the father in this case? God Khonom. Why God Khonom? Because Khonom, the man who modified the souls on his potter wheel, was the main god of this temple. ذكرت برضو بعض النصوص إن هذا المعبد أصبح بيسمى بحوت موت. حوت زي ما قلنا قبل كده معناها معبد، وموت معناها الأم، فهو معبد الأم. مذر هنا، المذر هنا بتشير لمين؟ اللي هي الأم، بتشير للإلهة نيت باعتبارها إن كانت إلهة المعبد الرئيسي. So the third nomination for Esna temple is Hut Mut. Hut means the temple and Mut means the mother. And who is the mother in this case? She is goddess Neit because she is the main goddess in this temple. Hut Ghanemu. Hut Ghanemu. Hut means temple. Ghanemu means Khnum. ده الاسم المصري القديم لخنوم، المعبود المصري خنوم. فببساطة معناها ان هو معبد الاله خنوم. يبقى انا عندي لغاية دلوقتي كام مسمى؟ انا عندي حوت باو the temple of the souls، حوت ايت the temple of the father، and who is the father in this case؟ God خنوم. حوت موت، and who is the mother in this case? Goddess Neit. And finally, Hut Ghanemu. Who is Ghanemu? He is God Khonom. So this name means the temple of God Khonom. بالنسبة لآلهة المعبد، إحنا الحقيقة عندنا كذا إله عبدوا في هذا المعبد. والحقيقة دايما بنقول إن خنوم ونيت كانوا آلهة المعبد الرئيسية. معظم المناظر المصورة لخنوم بتقع في الجانب الجنوبي للمعبد، في حين بأنها باتجاه منطقة أو جزيرة الفانتين، منطقة عبادته الرئيسية، في حين إن المناظر في شمال المعبد عادة كانت مكرسة للعبادة الإلهة نيت. بمعنى إيه؟ يعني المعبد وانت داخل على ايدك الشمال، دي الجهة الجنوبية للمعبد، معظم المناظر مصورة للإله خنوم، لأن خنوم دايما في الجنوب حيث تقع منابع النيل. وعلى ايدك اليمين
دي هتبقى الجزء الشمالي للمعبد، ومعظم المناظر بتاعته إلى حد كبير مخصصة للإلهة نيت، ودوت إشارة إن هي كانت بتعبد أكتر في شمال البلاد أو في المنطقة الشمالية لأرض مصر. طيب الآلهة كانوا بيكونوا منين؟ أول واحد هو الإله خنوم ممتزجا مع الإله رع علشان يكون شكل كده معين اسمه خنوم رع، اسمه خنوم رع، غنم رع. وحتى ذكر في النصوص بتاعت إسنا إن هو اسمه غنم رع أنتا سنت، يعني خنوم رع سيد منطقة إسنا. ودايما بيصور أو في بعض معظم الأحيان بيصور خنوم رع في شكل إنسان برأس كبش، وخنوم في هذه الحالة هو اللي خلق الناس على عجلة الفخار أو دولاب الفخار. وفي مدينة إسنا أو في معبد إسنا ظهر لخنوم رع زوجتين، الزوجة الأولى اللي هي منحيت وظهرت على شكل سيدة برأس أسد، والزوجة الثانية اللي هي نبتو وظهرت في شكل سيدة بترتدي التاج الحتحوري. وقفنا قبل كده في محاضرات الديانة عن التاج الحتحوري، وقلنا إن التاج الحتحوري هو عبارة عن قرص الشمس بين قرني بقرة. وخنوم رع ونبتو أنجبوا إله آخر علشان نستكمل كده الثالوث اللي هو الإله حقا، وده بيصبح هو ابن كل من خنوم رع ونبتو. على الجانب الآخر الإله نيت، الإلهة نيت زي ما اتكلمنا قبل كده إن هي كانت سيدة معبد إسنا، ودايما كانت بتظهر في شكل سيدة مرتدية الريد كراون أوف أبر إيجيبت، وبتمسك القوس والسهم لأن هي كانت إلهة محاربة. بعض مناظرها أو بعض صفاتها إن هي كانت إلهة محاربة، ونصوص معبد إسنا بتوصفها بأنها السيدة إسنا نبت تاسنت، نبت تاسنت. والحقيقة نيت ظهرت من غير زوج، لكنها ظهرت في وفقا لمعبد إسنا لها ابنين، أول واحد اسمه شماع نفر ويقال إن هو أحد أشكال الإله سوبك. وشماع نفر دوت ظهر في شكل إنسان برأس تمساح، والتاني أو اللي هو الإله التاني اللي هو جد توتو أو تايوس، وده كان بيظهر كأحد أشكال اللي خدت شكل أبو الهول، وعادة أبو الهول برأس إنسان. تمام. يبقى concerning the deities of Esna temple we should mention that Khnum Ra and Goddess Neith were the main two main gods or deities in this temple. The southern part of the temple was consecrated for، يعني إيه consecrated؟ مكرس. The southern part or the wall scenes of the southern part of the temple were mainly decorated with scenes for Khnum Ra. On the other side, the northern part of this temple bears scenes for Goddess Neith. Why? Because Khnum was usually worshipped in the southern part nearer to Elephantine, to Upper Egypt, where the Nile, he controlled over the Nile. Khnum Ra in Esna temple took two wives. The first one is Menhit. She was usually depicted in the form of a woman having the head of a lion or a lioness, and she is a goddess of war. كانت إلهة محاربة، شوية شكل الإلهة سخمت. And the second wife is Nebitu. And Nebitu, she was depicted in the form of a woman wearing the Hathor crown, which is the sun disk between two horns. Both Khnum Ra and Nebitu gave birth to Hiqa to complete their triad. On the other side, Neith was the main goddess of Esna temple. She was usually depicted in the form of a woman wearing the red crown of Lower Egypt, white crown of Lower Egypt, or the double crown. And she sometimes is depicted holding the bow and arrow. The unmarried Neit had two sons in this temple. Neit اللي ظهرت هنا بدون زوج كان لها ابنين. أول واحد, the first one is called Shema Nefer, and Shema Nefer is one of the forms of God Sobek. He appeared in the form of a man with a crocodile head.
The second one is Gattuto or Teus, and Tutu appeared in the form of an androsphinx. Androsphinx, اللي هو a sphinx with the head of a man. الحقيقة ان احنا لازم نتكلم على ان المعبد كان مركز من مراكز مهمة جدا دينية، ودوت ذكر في النصوص اللي بترجع لعصر الدولة الحديثة وخصوصا في فترة تحتمس الثالث. المعبد تم إعادة بنائه بشكل أكبر شوية في عصر بسمتيك الأول في فترة الأسرة 26، ويقال أن الأجزاء الفرعونية من هذا المعبد ما زالت موجودة تحت الأبنية أو المنازل المحيطة بالمعبد القائم حاليا. So the temple became a very important religious center, especially during the New Kingdom by the reign of Thutmose III. This temple was enlarged, يعني enlarged تم توسعته, or rebuilt during the 26th dynasty by the reign of Bismatic I. However, we should mention that the pharaonic traces of this temple nowadays are beneath the modern houses of Esna surrounding the existing temple. الحقيقة المعبد حاليا القائم حاليا يقال ان هو بيرجع للعصر البطلمي في عصر بطلميوس الخامس، وتم توسعته بشكل كبير في عصر الخليفة بتاعته اللي هو بطلميوس السادس، بالاضافة لعصر بطلميوس الثامن وشركته على الحكم اللي هي كليوباترا الثانية. So the existing construction القائم حاليا the traces of this building dates back to the reign of the Ptolemaic period, mainly to the reign of Ptolemy the Fifth. It was decorated by his successor. تم زخرفته، وحتى في أجزاء ملونة بترجع للعصر البطلمي، الجدار الخلفي. It was decorated by his successor Ptolemy the Sixth, and after that by Ptolemy the Eighth, with the co-regency with Cleopatra the Second. في العصر الروماني المعبد البطلمي تقريبا تم يعني ان هو تم he was dismantled or it was dismantled. يعني ايه dismantled؟ ان هو تفكك، ويقال ان الناس اللي حوالين المعبد دوت فككوا المعبد بشكل او باخر علشان يبنوا البيوت بتاعتهم لاستخدام الاحجار بتاعته لبناء البيوت. والجزء الوحيد اللي بيرجع للعصر البطلمي في هذه الفتره هو الجدار الخلفي للفيرست هايبوستايل هول او البروناموس، فيما عدا ذلك فيعتبر المبنى كله روماني. بمعنى كده ان احنا معظم الوقت بنقول ان اسنا معبد 90% منه بيرجع للعصر الروماني. During the Roman times, the Ptolemaic temple was dismantled. يعني ايه dismantled؟ تم تفكيكه by the inhabitants of the city in order to use its blocks to build their houses. The only remaining part that dates back to the Ptolemaic period is the rear wall. يعني ايه rear wall؟ الجدار الخلفي of the hypostyle hall. By the Roman times, الحقيقة الhypostyle hall ديت تم بنائها، وتم بنائها يقال ان هو في عصر كلاوديوس او في عصر تيبيريوس في الفترة ديت، والديكوريشن بتاعها استمر في عصر كلاوديوس تراجان لغاية فترة أنتونينوس بيوس. So by the Roman times an enormous hypostyle hall was added to the construction. This hall was constructed by the reign of Claudius or the reign of Trajan, and its decoration يعني الزخرفة بتاعته began by the reign of Claudius Trajanus and continued till the reign of Antoninus Pius. الحقيقة معبد إسنا من أهم الحاجات اللي فيه، برغم إن هو معبد صغير زي ما هنشوف، لكن في خراطيش ملكية تحمل أسماء الأباطرة، الملوك الأباطرة الرومان. والحقيقة بعض هذه الخراطيش تعتبر المرجع الوحيد لأسماء الأباطرة بالشكل المصري، علشان كده دايما بنقول نصوص إسنا مهمة جدا للمتخصصين. يعني من أحد أوجه الأهمية لهذا المعبد إن الخراطيش الملكية لبعض الأباطرة الرومان مش موجودة في أي مكان تاني غير على جدران هذا المعبد. The temple of Esna bears name of many Roman emperors in the royal cartouches. The inscribed cartouches of Esna temple are the only reference. يعني إيه only reference؟ المرجع الوحيد. They are the only reference to the names of these rulers in hieroglyphics. باللغة المصرية القديمة مكتوبة بالخط الهيروغليفي.
انا حبيت بس اوريكم بعض الامثله على شكل العلامات المختلفه اللي ظهرت على جدران معبد إسنا وأعمدة معبد إسنا. ودايما بنشير إن في hieroglyphic signs appeared for the first time in this temple. There are hieroglyphic signs that appeared for the first time in this temple. بعض العلامات ما ظهرتش غير بس أو ظهرت لأول مرة على جدران وأعمدة معبد إسنا. زي مثلا العلامة ديت New Hieroglyphic Signs Created by the Priests of Esna. ده برضو ده شكل علامة لخنوم وهو بيعمل On His Potter Wheel. الناس بتفكرها ساين، لا هي مش ساين، هي علامة على فكرة وظهرت على جدران معبد إسنا. هادي شكل خنوم أهو On His Potter's Wheel. And this scene it's not a scene, it's only a one sign, a hieroglyphic sign that appeared on the walls of Esna Temple. ادي اهو خنوم creating on his potter's wheel تحت المنظر الرئيسي اهو. الحقيقة تدمير معبد إسنا او دمار معبد إسنا احنا عندنا كذا رأي. اول رأي بيقول ان هو تم تدميره من قبل المسيحيين في هذه الفترة بعد انتصار المسيحية على الوثنية لو رجعنا كده للتاريخ. لكن الحقيقة وناس يعني بتستشهد بهذا الرأي بتقول إن فعلا ممكن يكون دوت حصل، لأن كتير من المناظر تعرضت للتدمير بشكل أو بآخر. So the first opinion about the destruction of Esna temple that this temple was destroyed by the Christians to announce، يعني إيه announce؟ للتعبير to announce the triumph or the victory of Christianity over paganism. يعني إيه paganism؟ يعني الوثنية. To announce the victory of Christianity over paganism. And the evidence of this is the destruction of the temple reliefs and inscriptions in Esna Hypostyle Hall. الopinion الثاني in Esna Temple that it was rather collapsed، يعني ان هو تم هدمه او ان هو تهدم بفعل العناصر الطبيعية زي الزلازل في هذه الفترة، وبعد كده البيوت تمت يعني تم بناء عدد بقى من البيوت فوق انقاض المعبد، فبالتالي المعبد نفسه ما كانش مبني بالشكل الصلب الكافي، وتم يعني ايه بفعل العوامل الطبيعية ان هو تهدم مش بايد حد، مش بفعل فاعل. So the second opinion that this temple was rather collapsed due to natural causes, because of natural causes. يعني إيه natural causes؟ يعني أسباب طبيعية. And by the time overbuilt، يعني تم إعادة بناء with the village settlement of Esna. في عصر محمد علي الهايبوستايل هول اللي احنا هنشرحها دي كانت بتستخدم لتخزين القطن وتخزين الجان باودر. إيه هو الجان باودر؟ اللي هو البارود اللي كان بيستخدم في الأسلحة المختلفة. So by the reign of Muhammad Ali, the hypostyle hall of Esna temple was used to preserve cotton and also gunpowder. الحقيقة حملة نابليون بونابرت أبدت اهتمام شديد جدا بالمعبد، وفي أجزاء منه تم وصفها من قبل هذه الحملة، وخاصة سقف المعبد المحمل بالكثير جدا من الأشكال والنماذج الفلكية. The Napoleonic expedition showed a special interest in the ceiling of Esna temple. يعني إيه هو الceiling اللي هو سقف المعبد. And it astronomical scenes. أدي هو المعبد أو شكل تخيلي لأجزاء المعبد كلها. الجزء اللي فيه إيه اللي هو الجزء التقيل المعمول بالأسود، إنما الرصاصي ده كله مش موجود. مجرد العلماء عملوا شكل تخيلي لمعبد إسنا كما يجب أن يكون، إنما إحنا هنشرح إيه أو أنت كجايد بتشرح إيه، أنت مجرد بتشرح الفيرست هايبوستايل هول اللي هي دي. So this is an imaginary plan of the temple as if all the parts are completed. However, the existing part is only the first hypostyle hole, this part. Number one and number two. And as we said before, what if the most ancient part, the most Ptolemaic ancient part of this temple, it's the rear wall, الجدار الخلفي اللي هو ده.
ادي واجهه معبد اسنا، وزي ما قلنا في المحاضره اللي فاتت ان كلمه الهايبوستايل هول او البروناوس في بعض الاحيان الهايبوستايل هول كان بيطلق عليها كلمه بروناوس. طيب ادي الشكل بتاعنا او ادي المعبد بتاعنا زي ما احنا شايفين اهو، this is the main gateway. وعندنا كام عمود؟ 1 2 3 4 5 6. ما بين الأعمدة في حوائط ستائر screen walls، وزي ما قلناها قبل كده هي عبارة عن حوائط بتصل لمنتصف العمود وبيبقى عليها مناظر مختلفة. تمام، ادي هو زي ما قلنا، وادي شكل الكورنيش المصري للمعبد، وبيزين المعبد من أعلى. تمام، so we are now standing in front of the facade of the temple which takes the shape of a pronaos, and we have the main gateway in the central part, and every part of the flanking the main gateway we have three columns on each side. Linking the columns we can find screen walls reaching to the half of the columns, and they are decorated with various decorations. And we have here two subsidiary gateways. عندنا two subsidiary gateways، يعني بابين جانبيين on every side of of the temple. تعالوا بقى نشوف المعبد أو الزخرفة بتاعة المعبد بشكل تفصيلي أكتر. آدي المعبد من الناحية الجنوبية. تمام، وادي السبسيدري جيت واي، ادي وان اوف ذا سبسيدري جيت وايز، البابين الجانبيين. فاذا المعبد ليه ثلاث بوابات. لو هنبدا كده نعمل جوله بالمناظر على حسب ترتيبك انت كمرشد، طبعا صعب جدا ان انت تحصر كل المناظر لان عدد المناظر في المعبد كبيره، لكن احنا هنبدا نشرح كاننا جايدز ونشوف ان احنا ممكن نمشي ازاي. أول واحد احنا واقفين هنا اهو، ده مدخل المعبد، ده أول منظر هنشرحه، ده شكل المنظر بتاعنا. ده بيمثل الإمبراطور وهو بيتم تتويجه من قبل الإله حورس والإله تحت. آدي حورس كإنسان برأس صقر، وآدي جحوتي إله الحكمة إنسان برأس أيبس اللي هو طائر الأيبس نقول عليه أبو إردان. وهنا بيظهر الإله خنوم كإنسان برأس كبش اللي هي القرون الملتوية ديت، ووراها الإلهة زوجته هي الإلهة نبتو. So on the right side, western side of the facade of the temple, there is a scene of the emperor. He is crowned with both Horus and Jehuti or Tahat in the presence. يعني إيه in the presence؟ في وجود خنوم the main god of this temple. He appears here as a ram-headed man, and behind him goddess Nebitu. And as we said before, goddess Nebitu always is represented in the form of a woman wearing the Hathara crown, the sun disk between two horns. خلصنا أول منظر. عندنا المنظر الثاني أهوت، ده بيمثل منظر برضو مهم جدا اللي هو منظر بيمثل الإله منتو والإله أتوم. تمام، ادي الاله مونتو اهو، وادي الاله اتوم. بيعطوا علامه الحياه لفم او لانف خلاص الملك، وهو هنا الامبراطور يقال ان هو الامبراطور نيرون، ودوت في حضره الالهه نيت الالهه الرئيسيه للمعبد. So the second scene which is the nearest to the main gateway to the temple is the Roman emperor probably Neron. He is given the sign of life Ankh from both Atum and Monto. And this happens in the presence of goddess Neith, the main goddess of the temple. طبعا الإله مونتو كان إله للحرب اللي هو ده، عشان احنا ما اتكلمناش عنه قبل كده، وكان بيظهر في شكل إنسان برأس صقر ولابس رشتين فوق راسه.
والاله منتو عبد بشكل خاص في منطقه في مصر اسمها هيرمونثس. هيرمونثس ديت اللي هي منطقه ارمنت محافظه الاقصر. وكان الشكل المقدس الحيواني المقدس لهذا الاله، اله الحرب، كان عجل، ودايما بيسمى بالعجل الابيض اللي سمي بعد كده باسم بوخيس، مش ابيس، لا، في عجل تاني اسمه بوخيس. So again this scene after the scene of the coronation of the king between Thoth and Horus, we have another important scene here nearer to the entrance. Roman emperor Neron, probably Neron, is giving the sign of life to his nostrils. يعني ايه nostrils؟ يعني فم، انف قصدي الامبراطور، by both Atum and Montu. Who is God Montu? God Montu is one of the gods of war in ancient Egypt. He was usually depicted in the form of a falcon-headed man wearing two feathers over his head. The sacred animal of this god was God Buchis. A white bull was called Buchis bull, and he was specially venerated in Hermontas, Armant, in Aswan government. In Luxor governorate, sorry. خلصنا المنظرين اللي هم على الجهة الشمالية للمعبد، ده الجزء الغربي، ادي الجزء الشرقي اهوت. هنشوف بقى المنظر اللي هنا عبارة عن ايه. احنا عندنا هنا منظرين مهمين جدا. اول منظر اللي هو الاقرب للباب بيمثل كل من نخبة، و ادي الشكل اهو، تمام، بيمثل كل من نخبة ووجد، وهم بيقودوا الملك للاله خنم، إله المعبد الرئيسي. الحقيقة نخبت، آدي نخبت أهي. نخبت دايما هي كانت إلهة مصر العليا قبل عملية اتحاد مصر شطري مصر، وكانت بتصور دايما بشكل إنسانة أو سيدة، وهي بتلبس أنثى العقاب أو طائر العقاب فوق رأسها. شايفينه؟ طائر العقاب أهي فوق رأسها، وهنا هي متوجة بتاج القطف على فكرة، اللي هو الأوزيرين كراون between two feathers and the sun disk or the solar sun disk. ونخن كانت بتعبد في منطقة اسمها نخب، اللي هي منطقة الكاب حاليا في أسوان. أما بالنسبة لوجد، فدايما كانت بتظهر الصورة المقدسة الحيوانية المقدسة بتاعتها اللي هي السنيك، وهي هنا في شكل، ظهرت في شكل سيدة، وترتدي التاج الأبيض، الحجب السوري الأحمر بتاع لور إيجيبت، وكانت بيتم تقديسها بشكل خاص جدا في منطقة تل الفراعين كفر الشيخ اللي هي منطقة بوتو. So this scene is a very important scene. It represents the Roman Emperor wearing the double crown of Upper and Lower Egypt, and he is led by two important gods. Who are these gods? They are the two gods of Upper and Lower Egypt, Nekhbet and Wajid. Nekhbet and Wajid. Nekhbet, here she was the goddess of the of Upper Egypt. She was depicted here in the form of a woman wearing the vulture headdress, and she is adorned with the Osirian crown, Atef crown, the white crown of Upper Egypt, between two feathers and the sun disk. And she was especially venerated in Nekhb, which is Kab, El-Kab, Aswan governorate. On the other side, we can find Wajid. She was especially venerated in Butu, Tal al-Fara'in, Kafr al-Sheikh, as she was the goddess of Lower Egypt. Her sacred animal symbol was the snake, and here she is depicted wearing the red crown of Lower Egypt. منظر تاني بعيد عن الباب شوية، ادي منظر للإمبراطور كلاوديوس، وبيتم تطهيره من قبل حورس وتحط في وجود الإلهة منحيت. ادي منحيت اهي اللي احنا قلنا عليها، هي زوجة خنوم رع، ودايما كانت بتظهر في شكل سيدة برأس أنثى الأسد. ده أحد الأشكال. والحقيقة لازم نقف هنا ونقول إن مناظر التطهير كانت مهمة جدا، عملية التطهير عند المصري كانت مهمة جدا قبل بداية أي طقوس مختلفة، لضمان إن الأشخاص اللي هيشاركوا في الطقوس المختلفة داخل المعبد، وإن المكان نظيف، وبعد كده يقدروا يعملوا الريتشوالز بتاعتهم.
الحقيقة مناظر التطهير دايما كانت بتظهر على جدران المعابد المصرية، خصوصا مع بدايات العصر الدولة الحديثة ومرورا بعد كده بالعصر اليوناني الروماني. ودايما كان بيتم تطهير الملك، دايما بنشوف كده آنيتين خلاص من خلال إلهين، وفي بعض الأحيان بيبقوا 4 آلهة وبيصبوا عليه مية. شايفين المية دي عادة بتاخد شكل علامات متتالية من العنخ والوص، أو عنخ بس ووص بس، كأنهم بيعطوا الملك الحياة والاستابيليتي طول العمر كده، حاجة سيمبوليك شوية. وبرضو لازم نعرف ان كان في سبيشال تشامبرز، وكان في بعض الحجرات الداخليه داخل المعابد كانت بتسمى ببردوات، هاوس اوف ذا مورنينج، بيت الصباح، وكان بيتم فيه عمليه التطهير. So one of the important scenes of the facade of the temple is here the Roman emperor. And the Roman emperor here, Claudius, is being purified by both Horus and Thoth. Horus is here, falcon-headed man, Thoth, ibis-headed man. They are pouring the water on the head of Claudius in the presence. يعني فيه وجود من منحيت, the lioness-headed woman, and she was the goddess of good Khnumra. And as we said before, purification scenes are very important scenes. The purification process was very important before making any rituals in the temple. And there was a special chamber inside the temple which is called the House of the Morning, Perduat, to make the purification scene or the purification process. Purification scenes were made for the king by 2 or 4 deities. The water streams, يعني نبع المية, the water streams took the shape of the Ankh sign or the Was sign or both. The first hypostyle hole, it's 37 meters long, خلاص طولها 37 متر, 20 meters wide, 20 متر عرضا, and 15 meters high. This hypostyle hole is not very massive. يعني ايه massive؟ يعني مش كبيرة قوي. But it's one of the most important hypostyle holes in the Egyptian temples. It's remarked with its rich scenes. زي ما قلنا قبل كده ان فيها مناظر حلوة جدا. And individual texts on 18 columns. وفي عدد كبير جدا الكولومز نفسها موجودة عليها نصوص على طول هذه الأعمدة الـ18. To the left side of the gateway, احنا لاحظنا كده في باب على الجيتوي. والباب دوت بيؤدي لأوضة صغيرة كانت بتستخدم لتخزين النبيت، تخزين البرفيومز، تخزين الكالتيك ريتشوالز، كان بيستخدم لتخزين النبيت والمية والأدوات الطقسية المعينة المختلفة داخل هذا المعبد. تعالوا نشوفها كده تاني مع بعض. لو رجعنا تاني للفساد بتاعة التمبل هنلاقي فيه كده غرفة صغيرة أو حجرة، باب صغير بيؤدي للأوضة دي. الأوضة دي اللي بنقول عليها أوضة كانت بتستخدم للتخزين. It was used for preserving wine, perfumes and different tools which were used for the different rituals inside this temple. طيب احنا شرحنا كده الفساد بتاع التمبل كله وهنبدأ ندخل جوه. تمام، ادي المفروض واجهة المعبد البطلمي، ده الظهر المعبد وده المدخل. انت كده داخل الجزء دوت، ده الجزء الجنوبي اللي احنا قلنا عليه معظم مناظره خنوم، والجزء الشمالي معظم مناظره نيت. هناخد بس مجرد المناظر المشهورة. الحقيقة لان معبد اسنا فيه عدد كبير جدا من المناظر مقسمة على 4 صفوف، يعني كل حيطة فيها 4 صفوف من المناظر، وفيها تقريبا 243 منظر تقدمة. مناظر تقدمة كتير جدا جدا جدا، ومناظر وريتشوالز حلوة جدا. فانت كجايد بنختار لك افضل المناظر اللي تقدر تشرحها. So the northern and southern walls of this temple are divided into 4 registers. And we have also inside this temple about 247 three offering scenes. 243 offering scenes for different Roman emperors. هناخد أول واحد. خلاص احنا شرحنا هنا وشرحنا هنا
وهندخل هنا، هتبدأ تقف انت هنا كجايد. ده منظر من المناظر المهمة جدا عندك، هي منظر تأسيس المعبد، ان الملك او الامبراطور في هذه الحالة كان بيبدر الساند الرملة بداية، يعني ان هو بيضع ايه حجر الاساس بتاع المعبد. عارفين لما حد بيقص الشريط ويفتتح كده المعبد، هو هنا بيضع حجر الاساس. وهنا الامبراطور المصور هو الامبراطور دوميديان، وبيبدر الرملة قدام كل من خنوم والإلهة منحيت. So the Roman Emperor Domitian is sprinkling the sand. Sprinkling the sand. بيبدر الرملة to found as a sign of foundation of this temple in the presence or in front of خنوم and his wife منحيت, the lioness-headed deity, and she was the goddess of war. طيب من المناظر برضو المهمة منظر تاني اهو، ودوت المعبود اللي احنا قلنا عليه توتو or the توتو اللي هو كان دايما بيظهر في شكل في شكل ابو الهول. تمام، ده برضو من المناظر الشهيرة جدا او المهمة جدا في الانر ايسترن وول. Here also the Roman Emperor Domitian is presenting offerings to God to Tutu and Goddess Neith. Goddess Neith here she is depicted with the white crown, holding the bow and arrow, the vast scepter seated on her throne, and beside her, in front of her, her son, اللي هو God Tutu. طيب برضو من السينز المهمة جدا اللي بتظهر عندك الامبراطور كاراكالا وهو بيقدم التقدمة المختلفة للإله خنوم والإلهة منحيت. خلاص so we can find here also God كاراكالا is making different offerings in the presence of خنوم. ومنحيت للأسف أنا مش ظاهرة، بس هي بقيتها طبعا منحيت. So he is presenting here كاراكالا is making offerings to God خنوم as a ram-headed man seated on his throne. المنظر ده برضو من المناظر اللطيفة جدا والمختلفة. هنشوف الامبراطور دوميتيان وهو بيقدم التقدمة، وهو في وضع الركوع شايفينه، وهو راكع كده على ركبته وبيقدم التقدمة للرام هادد كروكودايل خنوم، ووراء الإلهة نخبت. خلاص here we can find Domitian kneeling in the kneeling pose which is a very remarkable pose to God خنوم as a ram headed crocodile. As a ram-headed crocodile, and behind him Nechbet, in the form of the vulture. خلاص خلصنا الجزء دوت كله. هنبدأ ندخل على الفترة ديت أو الجزء ده، الوول ديت، وهنلاقي منظر لطيف جدا بيمثل هنا عائلة سبتاميوس سيفيروس. لو أنتوا فاكرين سبتاميوس سيفيروس، ده الامبراطور الروماني وهو زار مصر، ووراه دوميتيانا، دوميتيا دي الإله دي المفروض زوجته رومانية، بس طبعا ظاهرة في شكل مصري صميم، وظاهرة بشكل الإله إزيس أكتر. ووراه ولاده، عارفين مين ولاده؟ كاراكالا أهو، وأدي جيتا. طب ليه جيتا هنا متصور بالأسود؟ لأن يقال إن كاراكالا بعد ما تولى الحكم، أولا كاراكالا هو قتل أخوه، وعلشان كده لما زار اسكندرية هنا كانوا أهل اسكندرية اتريقوا عليه وقال لك قاتل أخيه جيتا، killer of his brother، وعلشان كده هو قتلهم في الاستاديوم. فيقال إن هو أمر الكهنة بإزالة شكل أخوه على من على جدران المعابد. وهنا سبتاميوس سيفيروس قدامه خنوم ونبتو، تمام، وحقا. وإذا هو هنا بيقدم التقدمة لآلهات المعبد، واللي هنا خنوم بيضع علامة العنخ أمام مناخير الإله أو سبتاميوس سيفيروس. So here the scene is a very remarkable scene. It represents Septimius Severus, the visit of Septimius Severus with his wife Domitia, Caracalla, and Geeta. Because Caracalla and they are totally represented in an Egyptianized form. زي ما انتوا شايفين هنا. Because Caracalla killed his brother Geeta, he ordered the priest to erase the shape of Geeta. In front of him we can find Khunum as a ram-headed man,
نبته. The wife with a hathara crown and hiqa. And Khunom here is presenting the ankh sign to the nostril of the king or the Roman emperor. ده منظر برضو لطيف جدا. وعلى فكرة ده بقى منظر بطنان. ليه؟ انا دخلت على الواجهة الداخلية، يعني دي الجدار الخارجي للمعبد. هنا بقى بيمثل بطلموس، يقال ان هو بطلموس السادس، وهو بيقتل، شايفين ماسك حربة وبيقتل السلحفة تيرتل. وهو هنا in front of راحور اختي، احد اشكال حورس ممتزجة مع الاله رع. خلاص. والحقيقة السلحفة كانت بتسمى في اللغة المصرية القديمة ششتاو او شتيوي. وشتيوي دي كانت، بما ان السلحفة وخصوصا السلحفة المائية كانت دايما بتعيش في اعماق نهر النيل، فهم رمزوا للسلحفة او اعتبروها رمز للضلمة، وهي كانت تعتبر من الساكريت سيمبلز بتاعت جاتسات باعتبارها رمز للضلمة ورمز للشر. وعلشان كده بدأت تظهر على جدران المعابد المصرية خصوصا في العصر اليوناني الروماني البطالمة والرومان وهم بيقتلوا الترت دي بحربة. ودي كانت احد اشكال الرمزية الجميلة جدا والمناظر اللي ظهرت على جدران هذا المعبد. خلاص. هو here we can find Ptolemy the sixth is killing or slaughtering the turtle with his spear. And he is represented in the presence of Rahul Akhti. And here, the god here, the turtle, we should know that the turtle was called in the ancient Egyptian language as Shitiu. It was the sign of the darkness and the enemy of god Ra. And killing or slaughtering the turtle began to be represented by the king on the walls of the Egyptian temples during the Greek Roman. احنا عندنا منظر اتكرر مرتين في المعبد، مرة هنا نفس المنظر، مرة هنا ومرة على العمود ده، خلاص في الجزء السفلي بتاعه. ايه هو المنظر ده وشمعنى المنظر ده هنقف عنده؟ هوري لك المنظر ده، وهو تراجان، ادي الامبراطور الروماني تراجان، وهو بيقدم رقصة طقسية. تراجان بيرقص، تراجان بيرقص قدام مين بقى؟ قدام كل من زوجتي الاله خنوم، اللي هي اهيت، واحده براس انثى الاسد والثانيه اللي بتلبس دايما التاج الحضوري بتاعها. So the Roman Emperor Trajan is here depicted dancing before goddess Menhit, the lioness-headed goddess, and the goddess of war, and goddess Nebitu. دايما بنقول ان الرقصات الطقسيه دي ظهرت على جدران المعابد والمقابر، ويقال ان هنا تراجان بيؤدي هذه الرقصة حتى يسترضي الآلهة، in order to please the goddesses، علشان يعني يسعد الآلهات برأسه. منظر برضو من المناظر المميزة. بص احنا خدنا كده، انت كده كغايد عارف انت هتمشي ازاي، وقفت بقى لغاية هنا. عندك منظر لطيف جدا وهو منظر للصيد، منظر للصيد، منظر للصيد، وهو هنا بيمثل الامبراطور كومودوس وهو بيصطاد السمك ومختلف انواع الاسماك ومختلف انواع الطيور داخل نست كده، ومعاه كل من حورس وجحوتي وخنوم، ووراهم اله اسمها ايه دي، شايفينها الالهه دي اسمها الالهه سيشات. الهه سيشات ديت هي الهه الكتابه في مصر القديمه، زي ما بنقول كده في بعض الاحيان ذكرت النصوص ان هي يا اما اخت يا اما بنت الاله جحوتي، تمام، اللي هو اله الكتابه والحكمه اهو. خلاص. فالالهه سيشات هي كانت المسؤوله عن بيت الكتابه وحفظ الوثائق المختلفه، وهي اللي كانت بتسجل ملايين السنين للملك، دايما كانت بتوصل في النصوص كده. So we have here on the northern building a very important scene representing the Roman Emperor Commodus being accompanied by three important gods, Horus, Khunom, and Jehuti, and they are catching fish and birds in a nest. Behind this nest we can find a very important goddess, who is goddess Sishat. Goddess Sishat is represented as a goddess of writing. And she was also the one who was responsible for recording the millions of years for the king.
9 هو تقريبا نفس المنظر رقم 4، باختلافات بقى بسيطة جدا. ده منظر بيمثل الإمبراطور دوميتيان، وهو برضو في وضع الركوع وأمام المعبود شماع نفر، هو أحد أشكال الإله سوبر، في شكل كروكودايل كامل، وراه الإلهة ويجارد. So Domitian here is kneeling in adoration. شكل adoration in front of شماع نفر, one of the forms of God Sobek and Wijat. ده منظر ظريف جدا ومهم جدا. ده الامبراطور هادرين. ده الامبراطور هادرين، تخيلوا ده الامبراطور هادرين الروماني. متشال في كانوبي كده من خلال 6 آلهة. مين دول بقى؟ الآلهة دول هم أرواح نخن وبوتو. معلش بالراحة كده كده واحدة نفهم إيه هم أرواح نخن وبوتو. فاكرين لما قلنا إن المعبد ده كان بيسمى في بعض الأحيان حوت باو، معبد الأرواح؟ أرواح نخن وبوتو هي عبارة عن 6 آلهة، يعني دايما هم السورس بتاع النخن كانت بتظهر في شكل جاكل، يعني إنسان برأس جاكل اللي هو حيوان الابن آوى، وبتاعة بوتو كانت بتظهر في شكل آلهة برأس صقر، ودول كانوا بيمثلوا آلهة مصر العليا والسفلى. بحيث ليه؟ لأن بوتو نخن اللي هو الجاكل هيدد جاد، دول بيمثلوا بتوع الأبر إيجيبت، لأن منطقة نخن أساسا هم اتعبدوا في منطقة نخن، ودي زي ما قلنا قبل كده هيراكنوبولس منطقة أسوان، ودي كانت عاصمة مصر السوق العليا. أما بالنسبة لأرواح بوتو اللي هي بتاخد شكل إنسان برأس صقر، دي ظهر في منطقة بوتو زي ما قلنا قبل كده، منطقة تل الفرعين كفر الشيخ، ودي منطقة أو كانت عاصمة مصر السفلى قبل توحيد قطري مصر. إذن الآلهة دي بتمثل مصر العليا ومصر السفلى، وهي بتحمل الملك في كانوبي. احنا كده خلاص دخلنا جوه المعبد، خلصناه. عندنا بس منظرين لازم نقف عندهم، ادي في الجزء الشمال الجنوبي من المعبد هنلاقي رمز المعبود للامبراطور الروماني دوميتيان، وهو بيقمع الاعداء، ماسك الاعداء كده من راسهم وهيضربهم بالعصايه بتاعته من ايده الثانيه، وقدامه كل من خنمرة والالهه منحي اللي تظهر بشكل انثى الاسد. So we have here a shape of the Roman Emperor Domitian smiting his enemies in front of God Khonum and his wife Goddess Menhit. نفس المنظر من بره اتكرر الناحية دي بس باختلاف بسيط جدا، ان بدل دوميتيان ظهر هنا تراجان، خلاص شايفين الاسد تحت رجله، تمام، وهو برضو ماسك الاعداء من راسهم كده وبيقمعهم بالعصاية بتاعته. قدام هنا بقى مين؟ in front of goddess God Khonum and his other wife goddess Nibitu. الحقيقة بعد ما شفنا المناظر لازم نقول ان المعابد الكولومز بتاعة اسنا مميزة في حاجتين. احنا عندنا 18 كولوم موزعين على اكتر من صف، هنشوف 6 صفوف، تمام، وكل تاج عمود مختلف عن تاج العمود اللي جنبه، فمعنى كده احنا قدام حاله معماريه فريده جدا. دي اول حاجه. تاني حاجه ان الاعمده بتاعه معبد اسنا كانت مصوره من خلال التكستس، يعني عليها تكستس، مش عليها مناظر بس، عليها تكستس كامله. من ضمن التكستس المكتوبه كانت بتوصف فيستيفالز موجوده داخل المعبد. So unlike the columns in any other temples, these columns are very unique because of two reasons. The first reason that these columns are hymns inscribed. يعني عليها نقوش بتمثل festivals مختلفة، ترانيم مختلفة على جدران الأعمدة، على بدن العمود نفسه في نصوص مسجلة. And this is very unique in the Egyptian temples. وزي ما قلنا قبل كده we have 18 columns inside the hypostyle hall and 6 half columns in the facade. فاحنا عندنا 6 برضو في البروناموس على الواجهة زي ما انتم فاكرين كده اللي ما بينهم حوائط سوتائر. و every capital of the 24 columns كل تاج عمود is different from any other one. So we have 24 different columns in their capital. 24
different capitals of codes. شايفينها؟ كل تاج عمود لو دققته مفيش واحد شبه التاني. طبعا بقايا الديكوريشن الكالرز واضح، شايفين التكستس اللي مكتوبة، دي حاجة تعتبر نادرة في الأعمدة ان يبقى على الأعمدة نصوص، دي ما ظهرتش كتير. اذا قصة ان الأعمدة عليها نصوص شايفينها، دي تعتبر حاجة فريدة جدا في اسمها. اخر حاجة هنتكلم عنها السيلينج. سيلينج المعبد الحقيقة يعتبر فيه اشكال كتير جدا، حاجات كتير جدا، سلاستيال فيجرز بتمثل اشكال من الكواكب والمجموعات النجمية اللي موجودة في مصر، من ضمنها الابراج زودياك، بعض اشكال الابراج موجودة في على جدران معبد اسنا. وجدران معبد اسنا او جدار معبد اسنا مقسم الى 6 صفوف، 3 شمال وثلاثة يمين، او زي ما نقول 3 شمال وثلاثة جنوب. والحقيقة بيمثلوا على دارك باك جراوند، والدوتد ستارز موجودة، شكل الإله نوت موجودة. دي الحاجات باختصار كده اللي موجودة. ديكنز بيقولوا عليها العشريات، مجموعات نجمية معينة. زودياكال ساينز اللي هي العقرب والقوس والحوت والكلام ده. بلانتس أبراج زي مارس وفينس. كونستليشنز مجموعات شمسية. الويندز لأن الويند أو شكل الرياح كان بيجسم في مصر القديمة. وبعض الآلهة زي رع وديتيز أو خافر ونوت. ده شكل شايفين العشريات أهي، مراكب استمائية، كل ده يعني حاجة عظيمة جدا في إسنا. ده هو برج السكوربيون، العقرب أهو. ده كانت جولة سريعة لمعبد إسنا، وإن شاء الله نلتقي المرة القادمة في أحد المعابد الأخرى من المعابد المصرية.